انا دي دلوقتي على الهواء، اي حد عنده شونه سليمه يكلمنا واحنا هنقول لحضرتك ونروح نصور. ماشي، واحنا جاهزين نبقى شركاء في الفرحه. يعني احنا نحاول نقتسم هذه الفرحه مع حضرتك زي ما احنا شركاء في الالم نبقى شركاء في الفرح. شونه قطاع خاص تكون سليمه، وهنروح وصاحبها هنشكره قدام الاعلام كله قدام البلد كلها. مش عارفه ازاي احنا وصلنا للحد ده، يعني هذا الكم غير مش عارفه، ده غير ادمي، ده مش انساني، ده يعني معقوله كده هذا الكم من الفساد؟ ده رغيف العيش، ده ارهاب، ده نوع اخر من الارهاب، ده قوت المواطن المصري للاسف الشديد. يعني حاجه كلنا حزنا عليها، كلنا حزنا عليها. يعني مش عارفة، يعني أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصي الحقائق. اختفت الصوامع السليمة وظهر على السطح فقط فساد كبير في منظومة القمح في مصر. إن دل على شيء فإنه يدل على شيء واحد، أن الضمير قد مات.